وينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة. دكتور أحمد، صباح الخير بداية. اليوم صباح النور أخي العالم، حياك الله. اليوم تكميلية التوجيه تعقد آخر امتحاناتها، كيف كانت مجريات هذه الدورة التكميلية؟ هل من تجاوزات أو ملاحظات خلال الأيام الماضية؟ نعم سيدي، اليوم كما تفضلت هو آخر أيام الدورة التكميلية، بعد أن كانت عدد الأيام 11 يوم امتحاني، بدأت بتاريخ 28/12. يعني الملاحظات التي وردتنا بناء على التغذية الراجعة من خلال الزيارات الميدانية ومن خلال آراء أولياء الأمور والطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا التي رصدناها، ونستطيع أن نقول بأن الدورة الامتحانية سارت كما هو مخطط لها، وهناك ارتياح عام لدى الطلبة من خلال تقديمهم لهذه الامتحانات، حيث يعني عدد المسجلين 81614 طالب وطالبة، احتاجوا منا إلى 381 مركز امتحاني ضمت 833 قاعة امتحانية. نعم، متى من المتوقع أن تكون نتائج هذه الدورة التكميلية دكتور أحمد؟ يعني احنا عمليات التصحيح بدأت منذ الامتحان الأول، بتعرف أنه على نوعين التصحيح، تصحيح في مراكز تصحيح لتصحيح الأسئلة المقالية، نعم، وتصحيح الأسئلة الموضوعية تكون عبر المسح الضوئي في إدارة الامتحانات. نتوقع إن شاء الله أن تكون في النصف الأول من الشهر القادم إن شاء الله تعالى. نعم، سؤالي الأخير لحضرتك يمكن يكون بعيد شوي عن التوجيه، عن بداية الفصل الدراسي الثاني للمدارس الخاصة والحكومية. بداية الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله بالنسبة للمدارس الحكومية سوف يكون يوم الأحد القادم 21/1، وبداية الدراسة في المدارس الخاصة حسب التقويم المدرسي سوف يكون في الأول من شباط، وسبب الاختلاف بين التقويمين لأنه احنا في المدارس الحكومية نطبق برنامج وطني للتدخلات العلاجية لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي، وهذا يستلزم منا أن نقوم بتمديد عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني حتى نستطيع أن نوازن بين تطبيق أنشطة البرنامج وبين تدريس المناهج الحالية. الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، شكرا جزيلا لك.